صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أول ودع هذا الحبيب على رد السماوات والأرض وما فيه إلا بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة في تبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأفاد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في على السمات الحمد لله عليه فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود ففرق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم untuk naik ke atas panggung. صلوا على نبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاج بوجود المصطفى بشرى بسعد مستمر ليس يغفل حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المهاب الله يا نبي اذهبنا في وجود المصطفى الهادي محمد
أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجلى طلع البدر علينا من ثاني اشفع لنا يا رسول الله ويا اشفع لنا يا حبيب الله محمد ما دعا للهدى مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا Good.
Walau
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. ولما تمل فكر من دار الأوصاف محمد عقودا، توجهت إلى العلم توسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعل سعيي فيه مشهور وفعلي فيه محمودا. آمين. ويكتب عملي في الأمر المقبولة وتوجهي في توجه الخالصة توجه الموصولة. اللهم يا من إلهي ذات الأمر فضل الظافرة وعلى بعزة تحاطر الفضل الشهام منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايتك الشاملة. الذي لك بر المحبوب لك والمحصص بالشرف الأظهر في كل موطن من القرب مدهر قاسم عندك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف ثقل عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرك من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف يمام أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين يدك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبدأ بشرف القرب إليك الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا في من يدنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا عدمنا في رحمتك الحصد فلا تحرمنا وذلنا جامدا يوشتنك فلا تحيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجدنا من ذلك الحبيب ووازره وواله وظهره وأمرك وشر وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدي مرائدنا القويم في جميع أمدر منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأليها معمورة معنى وسورة. واكشف اللهم قربة المكروبين وقديدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة الدائمين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وسد العدل الحق في جميع النواحي والأقطار وادعم تأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الأجل الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الأجل الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز الماكين والذنب الخطايا وعدمنا في العمل بضادك وصدك في حكمتك قائم وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واحتم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على الحبيب المحبوب للأجسام والروح القلوب وعلى أهله وصحبه ومن أهله منسوب وحيل دعوانا الحمد لله رب العالمين فضله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله pembacaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kita baca bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terkhusus kepada sahibul hajjah Bapak Nuryanto dan Ibu Nur Fatimah. Mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dari saya dan jamaah RBS Melongo Jepara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara tasyakuran walimatul khitan dan walimatul tasmiyah sampun berjalan ganti sae. Mugio
punapa ingkang kita lampahaken punika angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga menapa ingkang dados hajat keniatanipun saking panjenenganipun Bapak Nuryanto anggenipun paring asma datang putranipun menika dados putra putri ingkang salihah lan putra ingkang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Putra ingkang selamat, cerdas, berilmu, berderajat lan agung. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiripun saking kawula pribadi anggenipun bikak kawontenan adicara wonten ing kesempatan punika wonten salang suling tembung kaya gayu geng wicara miwah mboten jangkep unggah-ungguh tata krama saha suposito saestunipun manusia biasa nyuwun agunging samudra banget sami ingkang saagung-agungipun. Ing wasana ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dateng sedaya kaum muslimin saha muslimat, ngaturaken selamat jalan ngantos dugi griyanipun piyambak-piyambak wonten-wonten alangan rubido punapa awis samangka ngantos akhiripun. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad.